من هي الفنانة رجاء سراج ومن هي ابنتها الفنانة؟ الفنانة رجاء سراج ولدت في محافظة القاهرة في 1 من شهر يناير عام 1937، وبدأت عملها في المجال الفني في عام 1965، وذلك حينما شاركت في بطولة فيلم دليلة، فيلم وداع في الفجر. قدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال في السينما، والتي من أشهرها فيلم الإرهاب والكباب، كما شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة والعديد من السهرات التلفزيونية، والتي من أشهرها مسلسل الشهد والدموع وفي المسرح، وإلى جانب دور سيدة الخبور الذي قدمته في مسرحية الواد سيد الشغال، شاركت في بطولة عدة مسرحيات أخرى من أشهرها مسرحية العبيط. شاركت الفنانة الراحلة رجاء سراج مع الزعيم عادل إمام في أحد مشاهد فيلم الإرهاب والكباب، ثم شاركت معه في عام 1985 في مسرحية الواد سيد الشغال، وجسدت دور واحدة من سيدات المجتمع الراقيات التي كانت تحرص على حضور الحفلات، وكانت تصفف شعرها بطريقة غريبة تشبه الخبور. تجاوز زمن عرض مسرحية الواد سيد الشغال الساعتين والنصف، وظلت تعرض على المسرح لمدة 8 أعوام متتالية. شارك في بطولاتها كل من الفنان عادل إمام ومشير إسماعيل ورجاء الجداوي ومصطفى متولي وعمر الحريري. الفنانة رجاء سراج رحلت عن عالمنا، ولكنها تركت لنا رصيد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات. تركت لنا ابنتها الفنانة الجميلة عزة بهاء، التي احترفت أيضا التمثيل مثل والدتها، وجمعتها الصدفة في مسرحية الواد سيد الشغال، وأسند إلى عزة بهاء الدور الذي اعتذرت عنه إحدى الممثلات، وقالت عزة جملتها الشهيرة في المسرحية: انت جديد قوي مع الموظفين بتوعك يا سيد بيه. رحلت الفنانة رجاء سراج في 9 من شهر أغسطس عام 2009 وفاتها البنية عن عمر ناهز 72 عام، نتيجة إصابتها بنزيف حاد في المخ.